الأصوات الحلوة دايما ليها نصيب من الاهتمام في صباح الخير يا مصر، والنهاردة حابين نشاور لكم على مطربة شابة صاحبة صوت مميز ضربت على إيد أساتذة متخصصين سواء كان في الغنى أو كمان عندك ملكة الإنشاد. صحيح، معانا نموذج دلوقتي لمطربة ومنشدة في نفس الوقت، زينب محمد، منورانا. صباح الخير عليك. صباح الفل، أخبارك إيه؟ كل تمام، كل سنة وأنت طيبة. حضرتك بألف صحة وخير. طيب نبتدي نتكلم عن موهبتك في البداية، وإمتى اكتشفتيها وإزاي طورتي من نفسك؟ تمام، هو وأنا صغيرة كنت عادي جدا زي أي حد مثلا بغني في البيت أو كده، لحد ما جدتي الله يرحمها سمعتني وأنا كنت بغني زي أي طفلة مثلا بتسمع كرتون وبتقلد. بدأت بغني الكرتون أصلا، وبعد كده دخلت المدرسة، دخلت مسابقات بقى على مستوى المدرسة، خدت مركز أول على مستوى المدرسة، بعد كده مركز أول على مستوى محافظة، وبعد كده خدت مركز تاني على مستوى الجمهورية. بعدين بقى النقطة الفاصلة لما عرفت إن في حاجة اسمها مدرسة للإنشاد الديني أو نقيب للمنشدين ونقابة للإنشاد، فبدأت يعني أدخل مدرسة الإنشاد الديني وتتلمذت على يد أساتذتي طبعا، الشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين طبعا، والمايسترو مصطفى النجدي والشيخ طه الإسكندراني. بس بعدها دخلت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، كنت من أصغر سوليست في الأوركسترا أصلا، وبعد كده دخلت أوركسترا الحياة بس وكملت بقى. أنت حابة تتجهي أكتر للإنشاد ولا للطرب ولا الاثنين مع بعض بيكملوا بعض؟ والله هو في الحقيقة فن الإنشاد صعب شوية، يعني مش سهل إن حد يدخل فيه، فعشان كده أنا بحب عامة التنوع في حياتي عامة، مش بس مثلا في مجال الإنشاد بس، فعشان كده أنا جربت الإنشاد، فجربت بدأت بالأصعب فالأسهل، اللي يقدر يعمل الصعب يقدر يعمل السهل بسهولة، عشان كده بحب الاثنين يعني. هنبدأ بالصعب بقى. يلا بينا. يلا بينا. طيب ممكن أقول كم ناشد المختار ربة؟ الله. كم ناشد المختار ربة في هدي إنسان أحب، لكن وحي الله جاء، لكن وحي الله جاء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. الله عليك يا زينب. جدا شكرا. طيب بتقولي انك درستي وابتديتي تشتغلي على نفسك من وانت صغيرة، عملتي يعني عملتي الاول زي ما بتقولي الصعب وبعدين ابتديتي تفكري في السهل، بس الصعب ده ما اعتقدش انه خد منك وقت قليل يعني عشان تدرسي ده وعلشان تتمكني منه، اعتقد اخد منك فتره طويله من التدريب. دي حقيقه جدا عامه. هو الفكره ان مثلا لو احنا هنتكلم في فكره ان انا اوصل للمستوى مثلا اللي انا عايزاه، فانا لا لسه انا طموحي ما اقدرش اوقفه مثلا، بس اللي انا اقدر اقوله ان انا الحمد لله وصلت لمستوى كويس بالنسبة لسني، كنت مثلا من ضمن أصغر المنشدين المعتمدين في مصر، من ضمن أصغر سوليست في أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، فكنت عملت اسم مثلا في وقت يمكن بالنسبة لناس كتير مش كبير، بس بالنسبة لي طبعا لا أخد مجهود عامة. بس طيب قبل ما نروح للغنى والطرب بقى، أنت قلتي أنت بتغني أغاني الكرتون صح كده؟ يلا نغني الكرتون. كرتونك المفضل كان إيه الأول؟ أنا بحب رابونزل جدا، عشان كده كنت بحب أغني الأغنية بتاعت وأخيرا شفت النور بتاعت رابونزل. يلا بينا. طول عمري من البرج شايفة الدنيا من شباكي بعيد، طول الوقت عمري ما كنت أعرف شكل أفراحي العيد، بره البرج شايفة كل نجمة، بره البرج فجأة
حسيت بجو جميل وبألف دليل إن الخالة هو البيت. وأخيرا شفت النور والسماء من فوق صفية. وأخيرا شفت النور والسماء من الفرحة الدافية. فجأة لقيت الحياة مختلفة لما شفت عينيك. الله، شكرا. شايف النعومة في الأداء، وأنا شايف المشاهد بتاعت الأغنية قدامي دلوقتي. احنا عايزين نتعيد على الناس بقى، نسمع أغنية بقى طرب بقى تعيد على الناس. ده أنا مجهزة حاجة تنكد على الناس. مش ليه كده؟ احنا في عيد. كنت بفكر اغني كان يا مكان بتاعت ميادة الحناوي. الله الله الله، هي طرب يعني طرب، فيلا بينا. كان يا مكان، 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 الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان. زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة والأمان. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا. حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا، نسيت من أنا، أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام من قبل الأوان. نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان. والله زمان يا هوى زمان، والله زمان زمان يا هوى زمان، والله زمان زمان يا هوى زمان. زينب ما شاء الله عليكي، انضميتي بقى لأوركسترا وزارة الشباب. احكي لنا الحكايه، ابتدت منين، ازاي انضميتي، غيرتي اتجاهك ازاي، كل التفاصيل دي. والله هو انا بصراحه كنت في الاول خالص طبعا مع الشيخ محمود ياسين التهامي، بعد ما دخلت المدرسه بتاعته وكده وتخرجت الحمد لله، بقيت بقى منشده معتمده رسميا في مصر طبعا الحمد لله. بدات الشيخ محمود ياسين التهامي بيختار ناس معينه مثلا يطلعوا مع حفلاته الاساسيه وهكذا، فبدات اتشاف مع الشيخ محمود ياسين. فطبعا ولي طبعا الشرف ليه يعني طبعا ان انا كنت يعني تلميذه عنده. بعد كده طبعا بدات اتشاف كذا حفله الوزاره او هكذا، لحد ما وكيله وزاره الشباب والرياضه كانت ساعتها سابقا دكتوره امل جمال سليمان شافتني وكلمتني وقالت لي ان هي حابه ان هي تاخدني معاها في اول حفله. فطبعا انا بقى كنت فاكره ان انا هطلع بقى كورال مثلا، هطلع مثلا لسه بقى ما اعرفش الدنيا. كنت ساعتها كل اللي موجودين في الجامعه، وانا كنت في تانية اعدادي تقريبا، فكنت اصغر واحده طفله بالنسبه لهم طبعا. فكنت اصلا متوتره جدا وبتاع، لحد ما دخلت الاوركسترا، لحد ما عرفت ان انا كمان هغني سولو. فغنيت ساعتها اغنيه المصريين هم بتاعت ياسمين الخيام، وطبعا كان معايا اوركسترا كبيره، فكان الموضوع حلو قوي. وكنت فاكره ان انا هتوتر او كذا، بس كانت تجربه تحفه. كانت في حفله العيد القومي لمحافظه القاهره، والحفله بتاعت برضو ذكرى 30 يونيو. بس بعدها طبعا بدات بقى كذا حفله تبع الاوركسترا بتاعت الوزاره. بس كده. طب احنا نكدنا على الناس، عايزين نعيد عليهم بقى. تمام، يلا بينا. ممكن نغني لماجدة الرومي بالقلب خليني. يلا اتفضلي. بالقلب خليني عايديك، غفيني يا حبيب الروح، بالروح
خبيني مشتاق اغمرني حملني طيرني مساحات عشقانا الليل سهرني ليلي خدني بهالحلم وعلي ليلي غير بحبك ما تقلي نسيني الكون واللي ضلي 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 ولو فاء كل الحب بعينينا لو داب شمع الليل حوالينا اللي دني لعب بايدينا حبيبي حبيبي. يا زينب يعني حاجة رائعة، وانتي اتحركتي من اوركسترا وزارة الشباب رحتي اوركسترا الحياة بالظبط محطة جديدة بتقدمي فيها حاجة مختلفة. بالظبط كده. هو طبعا بعدها لما حصل يعني دكتور امل طبعا كانت عملت اوركسترا الحياة، فحبيت ان انا اعرف مثلا ايه اوركسترا او كذا، بس بحس ان انا ادخل في مثلا في حاجه جديده ما افضلش في كارير واحد. انا من النوع اللي هو بحب اجرب حاجات كتير، يبقى في حاجات كتير قوي في حياتي. فدخلت اوركسترا الحياه وكانت مرحله تانية، مثلا بحس ان الحفلات مختلفه. كان مثلا في وزاره الشباب والرياضه الحفلات بتبقى رسميه اكتر، ليها نظام معين هكذا. بس بعد كده يعني دخلت بقى اوركسترا الحياه كان الموضوع الطف واخف شويه. بتشاركي كمان في المشروعات الشبابيه، مشروع وطن. دي حقيقه شاركت في مشروعات شبابيه. انا زي ما قلت لحضراتكم ان انا بحب مجالاتي تبقى متعدده، مش بس في الغناء او الانشاد. دخلت مشروع وطن، وبرده في نفس الوقت كنت باخد حاجه اسمها برنامج اسمه دورنا، ده للقيادات الشبابيه. اتخرجت من ضمن الالف قائد للقيادات الشبابيه، ودخلت الاتحاد الوطني للقيادات الشبابيه قسم الصحافه والاعلام. بس فدخلت لكذا حاجه يعني. بتدرسي كمان في الازهر شريعه وقانون؟ انا في كليه شريعه وقانون جامعه الازهر. طيب يعني فارق معاكي جدا ان انت تبقي عندك تفاصيل القانونيه، ده بينفع معاكي في العمل المجتمعي اللي بتعمليه ضمن المبادرات؟ دي حقيقه المبادرات. بصراحه يعني انا اصلا مش هخبي عليكم، انا ما كنتش حابه الكليه بصراحه. بس بعد كده لما دخلتها ودرست وهكذا، لا لقيت ان الموضوع بيفيدني جدا في حياتي العمليه، خصوصا ان انا بحب المواجهه شويه، بحب يعني الشخصيات القويه شويه. فبالعكس الكليه يعني خدمت كتير جدا في الشخصيه اللي انا رسمها في خيالي. طيب تحبي نختم لقائنا بايه؟ ممكن نختم بحاجه ديني زي ما ابتدينا. اتفضل. نختم بالقلب يعشق، يلا بينا. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال يا عين، واللي صدم في الحب قليل قليل، وإن دم يدوب يوم ولا يومين ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، لا يعاتب اللي يتوب ولا في طبعه اللوم، واحد ما فيش غيره ترارا ملا الوجود نوره، دعاني لبيته لحد باب بيته، واما تجلى لي اما تجلى لي واما تجلى لي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته.
يا زينب، يا جمالك ويا جمال صوتك ويا جمال الاغاني اللي قدمتيها لنا النهارده. زينب محمد، احنا انبسطنا انك كنتي موجوده معانا. اهلا وسهلا. شكرا ليك. شكرا.